يسافر بينا إلى أبعد نقطة في الكون، ومع أوتيل بابل وحدة الراحة شوف نجوم زينة السماء والقمر بأشكال مختلفة. Thank you so much, sir. Welcome. Enjoy. Bye-bye. صباح الخير عليكم، وفي هذا الصباح ما كاش حاجة أجمل من إشراقة الصباح وإحنا داخل أوتيل بابل، نسمع صوت طيور الحب وريحة البطور يكل بنا. صحتك يا سير. بريق الجمال لمن أراد أن يستشير ذلك. ما ضيعوش الفرصة. بلاسا. واو. لا جورني كوشي سوليف كريستال باي. يشتهر شاطئ كريستال باي بمياهه الصافية والحياة البحرية الملونة، مما يجعله مكانا مثاليا لمحبي الغطس والسباحة. تريما كاسي. تريما كاسي برودر. مشاهدينا، حلقتنا لنهار اليوم شوية سبيسيال، راح تعيشوا معانا التعب والبعد والمتعة أيضا. هي واحدة من الوجهات الجديدة لقضاء العطلات في العالم، تقدم جمالا طبيعيا لا يصدق، واحنا اليوم جبناكم لهذا المكان باش نكتشفوا أجمل شاطئ فيها. أنا وصلنا للبحر المشهور قاع تاع الجزيرة تاع نوزا بينيدا، كيلين كينغ بيتش. هذا كيلين كينغ بيتش أنا سيرتو ما شفتوه ديجا، برك بالك ما على بالكمش. تبعوا معايا نروحو نشوفو كيف كيلين كينغ بيتش.
raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack a smile, even shed a tear, because it's your birthday. Pop the cork, pour the flute, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another year. اكتشف البحيرة من منظور مختلف عن طريق الإبحار في مياهها والاستمتاع بكل ما تراه حولك من مناظر ساحرة. ولا سبيل لمشاهدة مياه بحيرة باتور بال النقية بدون أن تنجذب لملامستها واستشعار دفئها، فمن المتاح السباحة في مياهها والتعمق أكثر لممارسة هذه الهواية الممتعة. أنا حبيت البلاسة، وانتم ما؟